بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، أخواتي الطالبات، سنة ثالثة ثانوي وخاصة شعوب العلمية، أقدم لكم تمرين فيما يخص التناقص الإشعاعي. انتبهوا مليح. النص تاع التمرين: أولا، عبر عن قانون التناقص الإشعاعي للعدد الوسطي للأنوية المشعة. ثانيا، عبر عن ثابت الزمن بدلالة نصف العمر. ثالثا، الفرنسيوم 223، يعني 223 العدد الكتلي و67 عدد البروتونات، يملك نصف عمر مقداره 22 دقيقة. إذا كان لدينا كتلة ابتدائية ام سي تساوي 1 مضروب في 10 أس ناقص 13 غرام، ما هي الكتلة المتبقية أم بعد ساعة؟ رابعا، احسب عدد الأنوية والنشاط الإشعاعي لكتلة المتبقية أم، وعدد أفوغادرو كما تعرفوه هو 6.023 مضروب في 10 أس 23 مول ناقص 1. إذن نبدأ في الحل. قانون التناقص هو ان يساوي ان صفر اس ي ناقص لمدتي. ان وشني؟ ان هو عدد الأنوية المشعة المتبقية في لحظة تي، وان صفر هي عدد الأنوية المشعة الموجودة في العينة في لحظة تي صفر، ولمدة هو الثابت الإشعاعي. إذن اثنين، التعبير عن ثابت الزمن طو. كيف؟ التعبير عن ثابت الزمن طو، نعرفه باللي في عمر نصف العمر عندنا النوايا الأنوية المتبقية خلال اللحظة نصف العمر هي ان صفر أسيا لومدا تي واحد اثنين. تي واحد اثنين هي لحظة نصف العمر. في البداية عندنا ان يساوي ان صفر أسيا لومدا تي خلال المدة تي. إذن خلال النصف العمر ان المتبقية هي ان صفر على اثنين، معنى نصف الأنوية الموجودة في اللحظة تي يساوي صفر. بعد ندخلوا عليها الان يعني اللوغاريتم، ومن بعد واش نوصلوا الى ناقص لندا تي واحد اثنين، معنى اللحظة نصف العمر ناقص الان اثنين لومدا ال اثنين على تي واحد ال اثنين، ولكن يقدر ب الثانية ناقص واحد. إذن ثابت الزمن هو طو واحد على لومدا، معناه تي نصف العمر لحظة للنصف العمر تي واحد ال اثنين على ال اثنين، ويقدر ب الثانية. ثالثا، عدد الأنوية صفر الابتدائية هي ان صفر هي ام صفر على ام يساوي ان ا. لا، الكتلة الابتدائية تناسب طردا بالعدد الأنوية الابتدائية، ولكن الكتلة المولية تناسب عدد أفوغادرو ان ا. اذا ان صفر مضروب في ام، ان صفر مضروب في ام يعني الكتله الموليه يساوي ام صفر صغيره الكتله الابتدائيه مضروب في العدد افوغادرو. نستخرج ان صفر هي ام صفر على ام ان ا. اذا ان عدد الانويه المتبقيه هي ام يعني الكتله
المتبقية بعد التفكك هي الكتلة المتبقية على M معناه الكتلة المولية مضروب في عدد أفوكادو. لهنا نعوضهم الآن هذا هي وشني M على جراند M معناه N A يساوي M صفر على جراند M N A مضروب في أسيا ناقص لومدا T. بعد الاختزال وش مدلنا M يساوي M صفر معناها الكتلة المتبقية يساوي الكتلة الابتدائية أسيا ناقص لومدا T. نحسب الكتلة المتبقية عندك وش لازم لنا M سيرو M صفر راهي موجودة هذه هي المعطيات لومدا وتي تي على ساعة تي على ساعة هي 60 دقيقة. إذا لومدا هي ال ان 2 على تي نعرفوا باللي تي واحد نصف العمر اللحظة اللي نصف العمر من 22 دقيقة ال ان 2 هي 0.69 يمدلنا لومدا هي 3.1 مضروب في 10 ناقص 2 دقيقة ناقص 1 في الدقيقة. عندك ثابت زمني هي 10.2 على 3.1 معناه يمدلنا الطو هي 2.2 دقيقة دقيقة باه تولي ثانية لازم نضربو في 60 لأن الدقيق في 60 ثانية. الكتلة المتبقية هي كيفاه نعوضو أم صفر هذه هي بعد لومدا هذه هي لهنا واللحظة هي 60 دقيقة للكلام. بعد الحسابات نتوصلوا إلى أم وهي الكتلة المتبقية هي 1.5 مضروب في 10 ناقص 14 غرام. رابعا حساب عدد الأنوين المتبقية هي N M الكتلة المتبقية على M الكتلة المولية مضروب في عدد أفوكادرو. لهنا راكم تشوفوا لهنا إذا لهنا 4 مضروب في 10 ناقص 2 مضروب في 10 أس 9 معناه يولي N العدد الأنوية المتبقية 4 مضروب في 10 أس 7. حساب النشاط الإشعاعي للكتلة المتبقية A هي لومدا N 3.1 مضروب في 10 ناقص 2 هذه وشني هي اللومدا ولكن بالثانية لأن لقينا درناها في الدقيقة في الثانية لازم نقسمو على 60 لأنها تولي بالثانية اسم اللومدا تولي بالثانية ناقص 1 مضروب في 10 ذاك كما راكم تشوفو 7 ناقص 2 تسمى 5 ولكن لهنا درنا 2.10 لأن النتيجة هي 0.2 أي A هو النشاط الإشعاعي هو 2.1 مضروب في 10 أس 4 بكرام. ألفا تقدر بثانية ناقص 1 ولهذا نكتبه باه تكون الناس لازم تكون لومدا تساوي 3.1 مضروب في 10 ناقص 2 على 60 باه تولي مقدرة بثانية ناقص 1. والسلام عليكم ورحمة الله.